سلام معكم، مروان مشار في فيديو جديد. هذا الفيديو ده غادي نشوفوا احسن بطاقات باش ندخلوا للمجال الفوركس او لا باش نشريو باغ انترنت ولا نديروا اي عمليه في الانترنت. تحت الطلب ديالكم كان منكم بزاف ديال الناس كيطلبوا مني انني ندير افضل بطاقات اما بريباي او لا يعني العاديين باش يعني يبداو اما في مجال الفوركس ولا يشريو باغ انترنت، واللي طلبتوا مني يعني نجيب افضل بطاقات. لذلك انا جبت لكم الطوب ديال البطاقات اللي غادي يعاونوكم فإذا كنتوا باغيين يعني ديروا يعني استثمار في المواقع يعني ديال الفوركس غادي تحتاجوا هاد البطاقات هادو، ونشوفوا المزايا والعيوب ديال كل وحده زائد الاثمنه ديال كل وحده. فوالا نبداو بالاولى واللي هي بطاقه سيرش بانك ديال فيزا اي شوبينغ اللي عارفين كلنا الثمن ديالها واللي هو 66 درهم. كتخلينا هاد البطاقه اننا نديروا يعني الايداع والسحب من اي موقع ديال الفوركس بدون اي اقتطاع يعني ثانوي، وتقدر يعني تشري بها باغ انترنت الى غير ذلك. كتكون يعني هي مربوطه مع الحساب ولكن ماشي كدوز الفلوس يعني اللي في الحساب ليها، هي كتكون يعني في الحساب ديالك. ضروري خصك يكون عندك حساب في سيرش بانك، وملي كتبغي يعني تشري ولا دير شي حاجه كتحول ليها واحد المبلغ مالي. يعني مثلا بغيتي انفيستي واحد 300 درهم تحول ليها 300 درهم وتقدر يعني تدخلها للموقع اللي بغيتي اولا تشري باغ انترنت. هذه البطاقه هذه يعني كما قلنا فيزا فيرتشوال، يعني ما يمكنلكش تسحب بها من الشباك الاوتوماتيكي، لكن مباشره من بعد ما كتسحب الارباح ديالك من اي موقع كيدوزو مباشره للحساب ديالك الرئيسي واللي هو كود 30، وتقدر ديك الساعه تسحبوا بالبطاقه ديال كود 30 الخاصه بك. بما ان البطاقه ديال كود 30 ما غاديش تسمح لنا اننا نديرو بها يعني الايداع في اي موقع، او لا تيلا عطاتنا الامكانيه اننا نديرو ايداع ما عطاتناش امكانيه اننا نديرو السحب. لذلك نفضل انايا يعني ناخذ بطاقه فيزا اي شوبينغ ندير بها الايداع والسحب في نفس الوقت، وعلى حسب الموقع وشنو كيطلب. البطاقه فيها صلاحيه ديال 3 سنين والعقد ديال 3 سنين، يعني كل سنه غادي تطيح عليكم ب 66 درهم، اي ما يعادل في 3 سنين 198 درهم. البطاقة الثانية واللي هي ديال الشركة العامة بطاقة فيزا ماي اي كارد، هذه البطاقة هذه الثمن ديالها هو 100 درهم الاخوان، قل درهم هي كدير 99 درهم. هذه البطاقة هذه كتمكننا اننا نديرو السحب والايداع يعني من اي موقع ديال الفوركس او لاي سيت، يعني سواء باي بال سواء اي موقع كيطيح على بالك تقدر ديرو بهذه البطاقة، وعندها الصلاحية ديال سنة، من بعد سنة كيمكن لك انك تجددها يعني عاوتاني او دير طلب اخر من الوكالة. بالنسبة للناس اللي عندهم حساب سوجي راكم كتكونوا اون كونتاكت مع الكونسي ديالكم ديال اللي حل لكم الحساب ديال سوجي، تقدروا انكم تطلبوه كتوصلكم عاوتاني باغ امانه كيجيبها لكم الليفرور حتى للدار. هذه البطاقه هذه قلنا فيها صلاحيه ديال سنه، كدوز يعني هذه السنه الاولى ب 100 درهم عاوتاني السنه الثانيه 100 درهم، وتقدر يكونوا زادوا الهدف في المده او لا خلاوها في نفس المده لحقاش يعني البطاقات ما كيبقاوش في نفس المده ديالهم. اللي انا عارف مثلا غير بطاقه كود 30 كانت فيها 5 سنين دابا زادوا لها 8 سنين، يعني كل سنه كتشوف يعني بلان جديد كيخرج للبطاقات. لذلك اذا كانت شي معلومه اخرى يعني راه ماشي انا اللي غلط، انا اللي عارف حاليا هو اللي فيها سنه، اما يعني من هنا قدام الله اعلم. هاد البطاقه هذه كتمكنك كما قلنا تسحب فلوسك من اي موقع او دير الايداع في اي موقع. بما انها فيزا خصك تشوف غير الموقع كما قلت واش كيدعم فيزا او لا ماستر كارد، وحتى الفلوس اللي غادي تدوز لكم الحساب تقدروا تسحبوها بهذه البطاقه لانها كدعم السحب من الشباك الاوتوماتيكي، ماشي بحال ديال فيزا اي شوبينغ اللي هي فيزا فيرتشوال يعني ماشي حقيقيه، يعني فقط بطاقه فيها معلومات. والبطاقة التالية والأخيرة واللي غادي تكون فيها شي شوية العرقلة واللي هي بطاقة ويب باي الخاصة بتجاري وفا بنك اللي فيها صلاحية حتى هي ديال السنة، الثمن ديالها الإخوان هو 33 درهم السنة مع اقتطاع 2% على كل عملية شراء هي وماي اي كارد. اما فيزا اي شوبينغ ما فيها حتى شي اقتطاع على كل عمليه شراء. هذه البطاقه تقدر دير بها السحب ودير بها الايداع وتربطها مع باي بال وتربطها مع اي موقع كما قلنا يخطر على بالك يمكن لك تسحب منه فلوسك. كما قلنا الصلاحيه ديالها فيها سنه، الثمن ديالها 33 درهم. هذه البطاقه هذه العيب الوحيد اللي فيها هو ان فيها اقتطاعات بزاف، يعني الا دخلتك شي فلوس يقطعوا شريتي يقطعوا، زائد ان واحد البلان اخر كيطرى الاخوان اللي هو مشكل في شحن البطاقه، يعني اغلبيه ملي كيبغيو يشحنوا البطاقه كتطلع لهم لافيش ديال ايرور. في الاخر غادي تسولوني مروان واش من بطاقه نختاروا، انا على حسب تجربتي الشخصيه انصحكم اما فيزا اي شوبينغ او البطاقه ديال الشركه العامه ماي اي كارد. هادو جوج يعني مزيانين يقدروا يفيدوكم، يعني عندكم كونتاكت مع الوكاله عندكم بزاف ديال الحوايج، عكس يعني ويب باي كتمشي كيقول لك سير حنا درنا لك ريكلاماسيون وهي ود البريد بنك. انا كنقول لكم تجربه فاشله بمعنى الكلمه الاخوان. غادي يبقى لكم جوج بطاقات يمكنكم ديروا بهم يعني السحب والايداع، ديروا بهم بزاف العمليات، وكما قلت لكم عندكم 15000 درهم في الدوتاسيون اي كوميرس، يعني الا ساليتوها في سيرش بانك راه واخا تمشيو تحلوا حساب اخر في التجاري وفا بانك اولا في الشركه العامه ما غاديش يعطيوكم داك 15000 درهم، لان بنك المغرب اللي كيحدد داك القدره الماليه اللي يعطيوكم في العام. مثلا تسالات لي 15000 درهم غادي تبقى حاصل، اولا تستعمل الحساب ديال خوك اولا ديال الاخت ديالك اولا ديال الاب ديالك، المهم حل الحسابات يعني في العائله الاصدقاء ديالك عاوتاني، واستعمل الحسابات الا كنتي كدير الاي كوميرس بزاف. حتى هنا غادي نكون نسينا الفيديو ديالنا متابعينا الكرام، غادي نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات الاخيره، وكان معكم مروان بشار، نتلاقاو في فيديو جديد.